توفيت اليوم اختنا في اللام اليونان امس اسمها افجينيا نعم من جمهورية اليونان نعم نعم وهي بلغت من العمر 90 عام نعم ونسأل اسمك الكريم ابو بدر ابو بدر من ما شاء الله المملكة الأردنية الهاشمية فشنو معلوماتك عنها اختنا في اللام لان هي اسلمت في دولة الكويت ما لها الا بنت وحده ما لها احد متزوجه كويتي والله ما كني سمعت انه الله يرحمه الله يرحمه وشنو يرمز لك هذا الشيء كمسلم والله الحمد لله ان الانسان يعني دين الاسلام دين تسامح ومحبه واخوه والحمد لله الله هداها واسلمت قبل ما تموت اي والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق الصحابه حتى تغرغر يعني هي شوف والله كاتب لها 90 سنه ما تدري وين عاشتها برا الكويت اي والله جيت الكويت الحين توها ولا من زمان ولا تروح وتجي والله يقول صلح مده سبحان الله والله شرح صدرها الحين على ايد مين لجنه تعريف الاسلام ولا غيره اي نزل معنا واحد المسجد الملا صالح ولا اي فرع الروضه ولا غيره والله ما ادري والله لا اجر هذا الاخ او الاخت اللي اسمت على ايدها نعم لان عتقها من النار نعم نعم اللهم انا الوالد كان السيد يوسف الرعي بالدرس كله يقول اللهم اسالك الجنه اعوذ بك من النار اسالك الجنه اعوذ بك من النار اسالك الجنه اعوذ بك من النار انه اعوذ بك 7 مرات يقول كل يوم اسالك الجنه الحمد لله وانت شنو نصيحتك اللي يشوف لحد يعني شد حيله اكيد انت في حد اسلم على ايدك لا الحين قول امين امين يمينك الله يسلمك